السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الثيرويد ديسيز ان elderly. طبعا احنا المحاضرة بتاعتنا مختلفة عن الثيرويد ديسيز ان جنرال. احنا هنا concentrating على ال changes او على ال clinical presentation بتاع different thyroid diseases in elderly. طبعا اول حاجة لازم نعرفها ايه هي الثيرويد changes اللي بتحصل في ال aging populations. اولا with age الثيرويد gland نفسها undergoes moderate atrophy and develops non-specific histopathological abnormalities in the form of increased number of the colloid nodules, some lymphocytic infiltration. فمحصلة اللي بيحصل ده إن الـ thyroid hormones in the form of T3 and T4 الـ production بتاعهم بيقل بنسبة حوالي 30%, وفي نفس الوقت بيزيد الـ TSH mild increase with age. عشان كده دايما بنلاقي إن الـ upper limit of normal في الـ young adults of TSH it's about 4.5, بيوصل لـ 8.5 في الـ elderly. الـ T3 و T4 بيقل الـ production بتاعهم but still with a normal age. يعني الـ hypothyroidism is not a physiological change of elderly. T3 و T4 بيقلوا but still within the normal range. بيكون نتيجة الـ histopathological changes اللي بتحصل في الجلاند, وفي explanation تاني إن الـ receptors اللي بيشتغل عليها thyroid hormones اللي هي موجودة في الميتابوليكالي active tissues اللي هي زي المصل البون الفيسرا دي عددها بيبتدي يقل نتيجة decrease in the lean body mass في الـ elderly and increase fat in comparison, والفات مفهوش الـ receptors دي. الـ TSH يا إما بيزيد نتيجة الـ negative feedback mechanism نتيجة decrease في T3 والT4 أو a physiological change of elderly it's not actually known what's the reason. طبعا احنا عندنا two diseases اللي هما hypothyroidism and the hyperthyroidism. الhypothyroidism it's commoner in elderly than the hyperthyroidism, and it's also commoner in females compared to males. A subclinical hypothyroidism اللي هو بار isolated elevation of the TSH level with normal 3T4 and T3 levels بيكون is commoner than overt hypothyroidism. The prevalence increase with age, يعني في each decade بيزيد the incidence نفسه بتاع disease. كمان the prevalence it's more in the patients اللي عايشين في الانستيتيوشنز rather than ال community dwelling elders. By far the commonest cause of hypothyroidism in elderly it's the Hashimoto disease or idiopathic hypothyroidism. Other common causes including previous irradiation to the neck, surgical removal of the gland for treatment of hyperthyroidism or whatever the cause, and after iodine therapy for hyperthyroidism. Less common causes including pituitary and hypothalamic disorders and هما secondary hypothyroidism. Iodine induces the hypothyroidism في الناس اللي بتاخد drugs with high content of iodine, واشهرهم اللي هو الانتي-arrhythmic drug اللي هو الاميدارون. عشان كده بنقول ان دايما اي عيان ماشي على الاميدارون لازم كل 6 شهور بيعمل تحليل thyroid function. الترانزنت هايبوثيرويديزم ودي انتيتي مهمه قوي, لان الترانزنت هايبوثيرويديزم قبل ما بنعالج اي عيان دايما بنقول ان العيان لو جاي لي بتي اس اتش فور ذا فيرست تايم عالي او واطي دونت راش فور تريتمنت, المفروض بنستنى اتليست 2 ويكس عشان نعيد التحليل تاني عشان نتاكد ان ده استابليشد كيس اوف هايبوثيرويديزم. طبعا الترانزنت هايبوثيرويديزم بنشوفها في الحالات اللي لسه عامله ثايرويد سيرجري او اللي لسه اخده ريجيو اكتيف ايودين, وساعات العيان بيبقى مخلص اخر سيشن في ريجيو اكتيف ايودين او لسه شايل عامل ثايرويدكتومي وبعد اسبوع يعمل التحليل. طبعا احنا لازم نفهم العيان ان ده ما ينفعش, انه لازم يستنى على الاقل اسبوعين اب تو 1 مانث عشان يعيد التحليل تاني. طبعا المريض ممكن ما يكونش عنده الهيستوري بتاع الحاجات دي, ممكن يكون اصلا لسه عنده سب اكيوت ثايرويدايتس, وغالبا بنلاقي معاها اسوسييتد ويز نيك بين وتندرنس اون بالبيشن اوف ذا ثايرويد ويز انكريس سي ار بي ليفل. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر احنا طبعا متعودين في اليونج ادلتس ان دايما غالبا بيبقى جاي فيميل او ميل ويز فيلير تو لوس ويت, يا اما جاي متحول من عادة التغذية يا إما هو طبعا عارف إن الغدة بتتخن فهو جاي عامل التحليل actually وجاي بيه. الـ other features غير اللي هي failure to lose weight طبعا الـ cold intolerance الـ excessive fatigue الـ depression الـ constipations دي المانيفستيشنز اللي احنا متعودين نشوفها في الـ young adults.
لكن actually في الأولد ايج البرزنتيشن مختلف، وده مهم قوي لأن البرزنتيشن في الإيلرلي اتس نون سبيسيفيك برزنتيشن، فلازم نخلي بالنا من الكلام ده علشان نحطه في الديفرنشال دايجنوز اوف نون سبيسيفيك كومبلين اللي جاي لنا بيه العيان. هي بقى الكومبلين اللي بيجي لنا في الاولد ايج احنا بنسميها نون سبيسيفيك جيرياتريك سيندرومز بيكوز ذيس كومبلين كان بي بريزنت ان اذر ديزيزز في الاولد ايج، لكن الفكره ان لازم الهايبوثايرويدزم يكون وان اوف ماي ديفرنشال دايجنوسز. زي حالات الكونفيوجن، احنا اي حاله كونفيوجن او ديليريوم لازم الثايرويد فانكشن تيست يكون بارت اوف ذا ورك اب اللي بنعمله في الحالات دي. بيبقى العيان ممكن جاي لي بانوركسيا اند ويت لوس انستيد اوف ويت جين، فريكوينت فولينج، incontinence, decreased mobility, arthralgias and muscular aches. زي ما احنا شايفين الكلينيكال بيكتشر دي ممكن تكون موجوده مثلا في حالات الانيميا، في حالات السيفير انفكشن، في الاسكيميك هارت ديزيز، في حالات كتير، عشان كده بنسميها نون سبيسيفيك جيرياتريك سيندرومز. But the idea that we should put in my mind ان الكلام ده ممكن يكون في حاله hypothyroidism علشان اطلب التحليل بتاعها. الفيزيكال فايندنج ما بقدرش اعتمد عليها قوي في الاولد ايج، لان مثلا البافنس اوف ذا ايليدز اند او البافنس اراوند ذا ايز او اللوس اوف ذا اوتر ثيرد اوف ذا اي براو او الالاباستر سكين او الدال لوك، كل ده ممكن يكون نورمال فايندنج في اي عيان elderly حتى لو ما عندوش hypothyroidism. برضو من الكلاسيكال presentation في young adult هو prolonged relaxation of the ankle jerk، ما بقدرش اعتمد عليه في elderly لان one of the causes of the absent reflexes او decrease amplitude of the reflexes اللي هي infants and old age. النقطة المهمة برضو ان ساعات بيبقى فيه non-inflammatory effusions ممكن يحصل في الجوينتس، في البلورال، في البريكارديال اند بريتونيال كافيتي، وساعات ما بنبقاش عارفين السبب بتاعه ايه. يعني مثلا ممكن الالترا ساوند تيجي تقول لي ان في مينيمال اسايتس، واجي اعمل رينال فانكشن وليفر فانكشن وبدور على كل الكوسز، ممكن حاجه من البلفيس، كل الكلام ده بنلاقيه نيجاتيف، او في مينيمال بلورال افيوجن ويز ان اكسبلايند ريزن، فلا ممكن يكون ده سببه هايبوثايرويدزم. الكومبليكيشنز ممكن تحصل في عيان عارف ان عنده هايبوثايرويدزم، وممكن تكون ده الفيرست بريزنتيشن اللي انا اعرف ان العيان ده عنده هايبوثايرويدزم لما بطلب له التحاليل. ان اي عيان جاي بكشف عليه لقيت ان عنده هايبرتنشن، اي عيان عنده ديسليبيديميا، كورونري ارتري ديزيز، مايوكارديال انفاركشن اند هارت فيلير، وده بيكون نتيجه اليفيشن اوف ذا ليبوبروتين اي. المكسديما كوما رغم انها فيري رير كومبلين الا انها لايف ثريتنينج ايمرجنسي، وطبعا هي سهل انها تتشخص حتى لو العيان مش معروف ان عنده هايبوثايرويدزم، ان كل الورك اب اللي هيبين الفايندنج بتاعتها ده بيكون بيتعمل لاي عيان جاي لي بديليريوم او بكونفيوجن او في كوما. ان احنا بنلاقي عيان طبعا عنده هايبوناتريميا، هايبوغلايسيميا، هايبركابنيا اند ديليريوم. الدياجنوسيس لازم يكون في marked elevation of the serum TSH level، لأن احنا قلنا في minimal أو mild elevation of the TSH level with aging as a normal physiological change in elderly with subnormal serum free T4 level. طبعا احنا في الاولد ايج بنعمل الفري تي 4 ليفل علشان لو في اي مشكله في البروتين، طبعا عارفين اللي هو التوتال اللي بيبقى فيه بايند تو البروتين، فالعيان ده لو عنده هايبوبروتينيميا فور اني ريزن ممكن يدينا فولس ريزلتس. النقطه الثانيه ان انا ما بعملش اصلا الفري تي 4 في الالدرلي، اول حاجه لان هو بيكون نورمال في about 30% of the cases، وفي نفس الوقت برضو حتى لو طلع نورم حتى لو طلع لو ممكن يكون نتيجه لو كالوريك انتيك باي ذا بيشنت، فمش هيضيف لي في الدايجنوسيس حاجه. طبعا الماركت الليفيشن تي اس اتش ليفل والسب نورمال سيرم فري تي 4 ليفل ده اوفرت هايبوثايرويدزم، لكن لو عندي ايزوليتد الليفيشن تي اس اتش ليفل ده اللي هو سب كلينيكال هايبوثايرويدزم which is commoner than الاوفرت هايبوثايرويدزم. في طيب انا هتصرف ازاي في سب كلينيكال هايبوثايرويدزم لو العيان جاي لي تي اس اتش ليفل مور ذان 10 وعدته له بعد اسبوعين زي ما قلنا to exclude the possibility of subclinic of transient hypothyroidism ولقيته لسه برضه elevated والفري تي 4 نورمال؟ المفروض طبعا بطلب من العيان ثايرويد انتي بوديز اللي هي الانتي تي بي جي والانتي تي بي او، وبشوف اذا كان العيان عنده اي كومبلين، عنده اي سيمبتومز، عنده اي كومبليكيشنز المفروض بعالجه. لكن لو العيان اسيمبتوماتيك ما عندوش كومبليكيشنز، عنده نيجاتيف انتي بوديز وجاست ايزوليتد ليفيشن تي اس اتش ليفل، فالمفروض الريكومنديشنز ان انا بعمل له فولو اب تي اس اتش افري 1 يير. ال WHO نزلت recommendations ان اي female فوق سن 55 years old او اي male
over 65 years old should undergo serum TSH level every 5 years. والكلام ده بفرض ان التحليل طلع normal وان العيان has no complications, has no hypertension, has no dyslipidemia. وقالت ان السكرينينج فور ذا هايبوثايرويدزم ان elderly لا يقل اهميه عن السكرينينج فور diabetes اند hypertension والبريست كانسر والديسليبيديميا. طبعا الـ proper diagnosis or proper sorry treatment of hypothyroidism completely reverse any metabolic abnormalities حصلت للعيان ده. لكن احنا زي ما بنقول ان clinical picture بتاعت الـ hypothyroidism in elderly بيكون non-specific, فممكن العيان يبقى عنده قاعد hypothyroidism بقاله سنين ومش عارف ان عنده hypothyroidism. فأي عيان بيتشخص ان عنده hypothyroidism لازم اتأكد ان ما حصلش اي impact on the cardiovascular system, ان انا طبعا اتأكد ان ما عندوش hypertension, ان ما عندوش dyslipidemia, لازم اعمله ECG, stress ECG if applicable و echo to exclude any deleterious effect على الـ heart. طبعا التريتمنت اللي هو عبارة عن replacement therapy in the form of levothyroxine اللي هو طبعا موجود في السوق under the name of Eltroxin أو الـ A-thyrox. الـ A-thyrox فيه منه 3 تركيزات اللي هم الـ 25 والـ 50 والـ 100, والـ Eltroxin فيه منه 50 وفي 100. طبعا هو ما فيش رول معينة الدوز اللي أنا ببتديها قد إيه, رغم إن فيه فورمولا دايما أكيد سمعتوها من دكاترة الإندوكراين بتتعطى according to the weight. لكن on clinical practice احنا بندي الدوز بتاعة الالتراكسين على أساس الـ TSH level. طبعا النورمال بنبتدي تقريبا من 50 up to 100 microgram per day على حسب الـ TSH level اللي جاي بيه العيان. العيان لو originally has ischemic heart disease المفروض ببتدي بدوز اقل من كده, ساعات ببتدي ب 12 ونص ل 25 اللي احنا عارفين ان في changes او not classical, يعني في change في الفارماكوديناميك والفارماكوكينيتكس of the drugs which can give unpredicted effect في old age. المفروض طبعا العيان بيبقى فاهم ان الحبايه دي هياخدها قبل الفطار بساعه ووتر من غير اي ادويه ثانيه, ولازم تتاخد على معده فاضيه, ولازم اتاكد من الكومبلاينس ان العيان بياخد الحبايه كل يوم ما بينساهاش, وخصوصا لو جالي في الفولو اب ولسه تي اس اتش ليفل هاي. المفروض احنا عارفين ان التروكسين او الليفوثيروكسين بيبتدي الحبايه تدي التاثير بتاعها بعد اسبوعين وبيوصل للماكسيمم افكت بتاعها بعد شهر ونص. عشان كده المفروض الفولو اب ما بيتعملش قبل شهر ونص, لان ساعات العيان بيجي بعد شهر عامل التحليل وجاي, هو كده لسه ما وصلش للماكسيمم افكت. وفي نفس الوقت مش مستحب انه يعملوه لي بعد شهرين, لان هو لو في improper dose او محتاج تشينج في الدوز المفروض بنبتدي من بدري. طبعا العيان بفرض انه جالي بعد شهر ونص التي اس اتش ليفل بتاعه ستيل هاي, قبل ما بعمل اي موديفيكيشن في الدوز لازم اتاكد من الكومبلاينس وذ بيشنت, واستريس على النقطه دي كويس قوي, لان العيان ساعات بيقول انه بياخد الدواء وما بياخدوش, او بيكون مبطله اسبوعين قبل ما بيجي بعد ما العلبه خلصت بعد شهر, قبل ما استنى شهر ونص عشان يجي لي بقاله اسبوعين ما بياخدش العلاج. الكلام ده لازم اتاكد منه كويس قوي قبل ما بزود الدوز او بقللها. طبعا بفرض ان التي اس اتش ليفل طلع واطي لازم انا ابتدي اعمل برضو موديفيكيشن للدوز, عشان ده هو كده دخل في دراج انديوز هايبر ثايرويدزم. بزود الدوز باي 25 اور باي 50 according to the تي اس اتش الهاي اللي جاي ده قد ايه, وبرضو بستنى بعد كل موديفيكيشن للدوز لازم بيتعاد تاني بعد شهر ونص علشان اتاكد ان الدوز اتظبطت. وانس ان التي اس اتش اتظبط لازم بفهم العيان في كل مره بيجي لي ان this treatment is for life because your gland is not functioning and you need this replacement therapy. عشان العيان بيفتكر لما التي اس اتش ليفل بتاعه بيطلع نورمال المفروض انه بيبطل العلاج لانه خف, هو مش هيخف, ولازم افهمه الكلام ده ان انت الجلاند بتاعتك ما بتطلعش الهرمون اللي احنا بنديهولك في صوره الحبايه دي, فانت you should maintain on this treatment for life. Actually قبل كده كانوا بيقولوا ان الماكسيمم دوز اللي ممكن كان بي بريسكرايبد ان elderly about 200 microgram, بس الكلام ده اتغير وقالوا ان مفيش upper limit of normal, upper limit sorry of the dose اللي انا ممكن اوصفها للعيان. الفيصل بتاعي طبعا اللي هو التي اس اتش ليفل, وطبعا انا غالبا بعمل التي اس اتش ليفل فور فولو اب, ما بعملش الفري تي 4 معايا. الميكسجين مقومه طبعا رغم انها رير لكن لايف ثريتنج كونديشنز, ولازم تتعالج في الاي سي يو اندر سوبرفيجن باي اندوكرينولوجيست. بندي لارج انترافينوس دوزز اوف ثايرويد هرمونز حوالي من 200 to 500 مايكروجرام اوف ليفوثايروكسين.
وببتدي بعد كده انزل بالدوز ديلي، ان انا بنزل بعد كده ل 100 ل 300 او من 50 ل 100 لغايه ما البيشنت بيبقى ستيبل وكان تيك اورال تريتمنت، ببتدي بعد كده اديله الليفوثيروكسين. طبعا بيدي بولس دوز اوف انترافينوس كورتيكوسيرز، وبعد كده بياخد من 50 ل 100 هيدروكورتيزون افري 6 اورز. طبعا الاكومبانينج مانيفستيشنز زي الهايبوناتريميا والهايبوجلايسيميا والريسبيراتوري فيلير كل ده بيتعالج برضو مع الهايبرثايرويدزم. اتس لس كومن ذان الهايبرثايرويدزم ان elderly. الانسيدنس زي ما احنا شايفين اتس فيري لو، اتس اباوت 0.2 to 2% ان elderly. الايتيولوجي قبل كده كنا بنقول الجريفز ديزيز اتس ذا موست كومن كوز ان يونج ادلتس، لكن اكشوالي دلوقتي الكومن كوزز اوف hyperthyroidism في elderly it's the Graves disease and the multinodular toxic goiter. Serotonin toxic adenoma it's rare in elders. والtumors عامة أو malignant thyroid disorders بتكون rare برضو in elderly. الأيودين induced hyperthyroidism نفس الكلام، زي ما قلنا أي عيان بياخد drugs with high content of iodine لازم كل 6 شهور بيعمل ال thyroid function test. الاكسسيف انجيشن اوف تي 3 انتي 4 سواء ياتروجينيك، يعني انا بعالج حاله هايبوثايرويدزم والدوز زادت، او بيشنت انديوز اللي هو احنا بنسميه الفاكتيشيس هايبر ثايرويدزم، الناس اللي هي فاكره لما بتاخد الثايرويد هرمونز كده هيزود نسبه الحرق وهيخس. دي قرا طلعت كده ما اعرفش منين، فدي مشكله ثانيه. ده جريفز. الكلينيكال بيكتشر اباوت 25% اوف ذا elderly hyperthyroid patients presented with classical or typical symptoms اللي بنشوفها في young adults in the form of excessive appetite with loss of weight and anxiety, sweating, nervousness, chronic diarrhea، الكلام ده كله. لكن غالبا احنا ما بنشوفش clinical picture دي في ال elderly، لان ال clinical picture دي بتعتمد على ال effect of the thyroid hormones on the catecholamine receptors. الكاتيكولامين ريسبتورز في الالدرلي، اولا ال number of these receptors بيقل وال affinity to thyroid hormones بيقل، فعشان كده ما بنلاقيش الكلينيكال بيكتشر دي موجوده في الالدرلي. On the other hand الكلاسيكال تريادر اللي بنشوفه في الالدرلي اللي هو التاكيكارديا، والتاكيكارديا برضو في الالدرلي مختلفه عن اليانج ادلتس، احنا اصلا بيبقى في براديكارديا في الاولد ايج، فالتاكيكارديا في الاولد ايج بنعتبرها من اول التسعين، في اليانج ادلتس المفروض بتكون من فوق المية. بيبقى فيه weight loss، بيبقى فيه excessive fatigue, weakness or apathy. The exophthalmos is rare in elderly، أو the ocular signs عامة بتكون rare in elderly. برضو the enlarged gland بتكون less common in elderly in about 50%، من 40 to 50% of the elderly populations with hyperthyroidism don't have goiter. والتاكيكارديا زي ما قلنا اختلافها عن الـ حالات الإكسوفثالمس. ال decreased appetite is common، يعني بيجي شكلي من anorexia مش من excessive appetite زي ال young age. وبالنسبة لل heart اتكلمنا عليه، زي ما قلنا about 40 to 50% of the cases have impalpable glands، 35% have enlarged and larger gland، 25% have enlarged and diffuse enlarged gland. Diarrhea is uncommon. On the other hand, constipation is present in about more than 20% of the elderly patients and may be misdiagnosed as chronic cancer. The sweating is less common in elderly لأن actually the sweat glands بيحصل لها atrophy في old age. And nervousness and anxiety is less common. On the other hand, بيبقى في depression عند العيانين دي اللي احنا بنسميها apathetic thyroidism. The tremors is less frequently seen in young in old patient elderly patients. The hyperactive reflexes برضو ما بنشوفهاش كتير في elderly، لأن زي ما احنا قلنا بيكون في decrease in the amplitude of the reflexes في old age. الأهم من الكلام ده كله إن hyperthyroidism can be presented in elderly by heart failure or angina. And hyperthyroidism should be suspected in any patient with recent onset of cardiac disease in elderly. حاجة تانية مهمة اللي هو الاتريال فيبريليشن، ان انا لما بكتشف اي حالة اتريال فيبريليشن في الاولد ايج لازم افكر في البوسيبيليتي اوف ثايروكارديا اور هايبرثايرويدزم، لان الاتريال فيبريليشن بريزنت ان اباوت 27% اوف ذا هايبر ثايرويد elderly patients. طبعا احنا عارفين خطورة الاتريال فيبريليشن ان كان بي كاري هاي ريسك اوف امبوليك ستروك اور هارت فيلير ان elderly populations. الميوباثي and osteoporosis is common also in hyperthyroid elderly patients.
ودايما العيانين لما بيكون جاي لي بديكسا بيقول ان عنده اوسيوبروسيس، لازم اعمل له ثايرويد فانكشن تيست علشان ما يكونش هو ده الاندرلاين كوز وهو عمال ياخد علاج للاوسيوبروسيس وما بيتحسنش. الثايرويد ستور برضو دي عباره عن رير بات لايف ثريتنينج كونديشنز بتحصل نتيجه ماسيف ليكج ثايرويد هرمونز ان ذا سيركيليشن، presented by fever, extreme tachycardia, nausea, vomiting and heart failure, progressing to delirium and coma and eventually death if not treated. Diagnosis of hyperthyroidism in elderly by the best single test for diagnosis is serum TSH level. الكلام ده معناه ان انا حتى لو عملت free T4 ولقيته normal ان انا هعالج البيشنت ده for protection of his heart from heart failure, AF, and the cardiovascular complications of hyperthyroidism. الفكرة ان العين بيبقى جاي خايف بيقول لك الريجو اكتف ايودين carry the risk of cancer والكلام ده مش مظبوط. The only complication انا بخاف منها في الريجو اكتف ايودين ان كان induce hypothyroidism. طبعا احنا عارفين الانتي ثايرويد دراجز، في عندنا تو دراجز اللي هو البروباي ثايروسيل ال 150 ملي جرام والميثيمازول اللي هو 5 ملي جرام اللي هو الكربامازول اللي هو موجود في مصر هنا. المالش توكسيك جايتر طبعا التريتمنت اوف تشويس بتاعه نتيجه البريزنس اوف ذا بريشر مانيفستيشنز المفروض ان هو سيرجري، لكن لو عين اي كونتر انديكيشن فور سيرجري المفروض انه بياخد ريجي اكتيف ايودين. لازم نعرف ان الاورال تريتمنت هاز نو رول ان تريتمنت اوف مالتش لود توكسيك جويتر اكسبت فور بريباريشن اوف ذا بيشنت فور سيرجري اور فور ريجي اكتيف ايودين. زي ما كان في عندنا ترانزيانت هايبوثايرويدزم برضه في عندنا ترانزيانت هايبرثايرويدزم اللي بنشوفها في حالات السب اكيوت ثايرويدايتس في الهاشيموتو ديزيز وفي الاكيوت راديشن دامج. نفس الكلام اي عيان جاي لي فور ذا فيرست تايم تي اس اتش ليفل از لو اور undetected it should be repeated after 2 weeks to exclude the possibility of transient hyperthyroidism. في خلال الفتره دي اللي هم الاسبوعين او الثلاثه اللي انا مستنيه عشان يعيد التحليل لو العيان عنده اي تاكيكارديا المفروض بديله بيتا بلوكر. البيتا بلوكر ليها دوال ايفكت، اول حاجه بتقلل التاكيكارديا، ثاني حاجه انها بتعمل انهيبيشن لللاست ستيب اوف ذا كونفرشن اوف ذا ثايرويد هرمون تو اتس اكتيف فورم. طبعا الايجين انديوز هايبرثايرويدزم او هايبوثايرويدزم انا بعمل ويذدرول اوف ذا دراج ودونت ريبيت تري التي اس اتش اكسبت افتر 2 تو 3 ويكس عشان نتاكد الاستابليش ستيتمنت عامله ازاي. طبعا زي ما قلنا الانتي ثايرويد دراجز الانديكيشن بتاعتها ان انا بديها للبيشنت عشان اعمل له بريبريشن لو هياخد ريجي اكتيف ايجين او هيعمل سيرجري او فور تريتمنت اوف جريفز ديزيز. الدوز بتاعت البروبايوثايروسيل طبعا احنا بنجيب من 150 ل 300 ملي جرام بير داي ديفايدد دوزز كل 8 ساعات، وبنمشي بعد كده على المينتننس من 100 ل 500 ل 150 على حسب التي اس اتش ليفل اللي هيجي لنا. الكربامازول الدوز برضو بتاعته من 15 اب تو 60، احنا عارفين الحبايه بتبقى 5 ملي جرام بتتقسم برضو على كل 8 ساعات، وبنقول العيان يعيد لي التحليل برضو بعد شهر ونص لشهرين، وعلى حسب ايه الدوز على حسب التي اس اتش اللي جاي بشوف هكمل على الدوز زي ما هي ولا هعمل لها موديفيكيشن. الثيرويد ستور دي محتاجة اي سي يو بدي لارج دوز اوف بروبايوثايروسيل which should be taken through nasogastric tube لان مفيش منه اورال مفيش منه اي في انجكشن، بنديله بيتا بلوكر اللي هو بروبرانولول اي في وبنديله برضه كورتيكو جلوكوكورتيكويدز. اكشوالي الدوز الريجيو اكتيف ايجين بيدوه طبعا بتوع الريجيو ثيرابي وهم اللي بيحسبوا الدوز ولا بتوع الاندوكراين ولا بتوع البطنه، فده بنحوله اصلا فور ريجيو ثيرابيست فور ديترمينيشن اوف ذا كورس اند ذا دوز. Thank you.